أفضل 7 منتجات مفيدة للكبد ينبغي تناولها. الكبد هو أثقل عضو موجود في أجسامنا، حيث يتجاوز وزنه وزن القلب بمقدار 1.5. يحتوي الكبد على 3 مليون خلية، ويقوم 500 عملية بيوكيميائية. أنتم تعلمون بالطبع أن الكبد يعمل بمثابة مصفاة ويزيل السم، لكن ما الذي يعتبر بمثابة ضمان سلامة للكبد؟ بالطبع الغذاء. جمعت لكم في هذا الفيديو منتجات مفيدة للكبد يحبها والتي ينبغي تناولها بالطبع. شاهدوا الفيديو حتى النهاية، فهو مفيد ولذيذ. اشتركوا أيضا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. القرع. المنتج الأول الذي يحبه الكبد هو القرع. يحب الكبد الفواكه الحمراء والبرتقالية من الداخل، والقرع يعتبر حالة خاصة لأنه يحتوي على فيتامين نادر. هذا الفيتامين مهم جدا للكبد لأنه يساعد على امتصاص الطعام الثقيل ويفرغ جسمنا من الثقل. لاميناريا هو نوع من الطحالب. تتكون اللاميناريا من حمض الألجينيك بنسبة 5%، وهذا الحمض يخلص الجسم بشكل طبيعي من المواد الكيميائية الضارة. بهذا الشكل يساعد حمض الألجينيك الكبد في تخليص الجسم من السموم. المشمش المجفف. كما أخبرتكم بأن الكبد يحب الفواكه البرتقالية من الداخل، ولذلك لا يعتبر المشمش المجفف استثناءً. من الأفضل أن تغير جميع الحلويات إلى الفواكه المجففة إذا كنت تحب تناول الحلويات. أظهر بحث أجري مؤخراً أن تناول المشمش المجفف قادر على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بل الأكثر من ذلك أنه اتضح أن المشمش يحتوي على مكونات كيميائية عضوية تكافح ما يسمى بمتلازمة الأيض، والتي بسببها ينتج عنها السمنة والالتهابات في الجسم. الجريب فروت هو مفيد للكبد لاحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والبكتين، كما أنه يحتوي على الكاروتينات، وهي تعتبر عناصر جيدة جدا من أجل إعادة بناء خلايا الكبد. كما أن الجريب فروت يساعد على الوقاية من سرطان الكبد ويساعده في تخليص الجسم من السموم. البروكلي هو الطعام المثالي، حيث يعتبر أحد المنتجات المفيدة الموجودة على أرفف المحلات. يساعد البروكلي في التخلص من السموم. الجليكوسيدات وزيت الخردل الموجود في البروكلي يحفز نشاط الكبد. الأكثر من ذلك أن هناك عددا من الأبحاث أظهرت أن البروكلي يعتبر من أفضل الأطعمة لتجنب الإصابة بالسرطان، ليس فقط سرطان الكبد ولكن بشكل عام. منتجات الألبان. نحن لا نقصد هنا اللبن المعلب الذي يباع في المحال التجارية، فهو ليس أفضل منتج، ولكن الأفضل منه الكافير أو الزبادي. نقصد هنا الزبادي الطبيعي، نحن لا نقصد الزبادي الذي يباع في المحلات. فعلى الأرجح أن تقنية إعداده معتمدة على كثرة الإنتاج وليس على الفائدة. الأفضل أن تصنع بنفسك الزبادي والكفير في المنزل. يمكن أن تفعل ذلك في المنزل. لا يوجد مشكلة أيضا أن تشتري الخميرة من المحل التجاري وتضعها في اللبن المبستر، ولا تجعله مبسترا بشدة، وبعد يوم ستحصل على منتج مفيد وصحي. هذا المنتج سيساعد على تخليص الجسم من السموم ورفع الحمل عن الكبد، وسيعمل على تحسين عمله. المغذيات الدقيقة. هناك مغذيات أخرى مفيدة للكبد مثل فيتامين A، ولكنه منتج غني بفيتامين A سيكون مفيدا للكبد، ويتواجد في الفواكه الحمراء والبرتقالية مثل المشمش والفلفل الرومي والبنجر والجزر والقرع.
فيتامين إي، مفيد أيضا لأنه مضاد للسموم وينعكس تأثيره على الكبد بشكل إيجابي، ويتواجد في الزيت وفي الأنواع الدهنية من السمك، ويوجد في البندق. فيتامين بي 2 نعثر عليه في البنجر والسبانخ والخوخ والكمثرى. أوميغا 3 هي تؤثر على الكبد بشكل جيد وعلى المناعة والجهاز العصبي. نعثر على هذا الفيتامين في السمك الدهني، ويوجد أيضا في زيت بذر الكتان، ويوجد أيضا في الجوز. حمض الليبويك يعتبر أيضا عنصرا فعالا للكبد، يمكن أن تعثر عليه في منتجات الألبان وفي لحم الجاموس والسبانخ. اكتب في التعليقات عن المنتجات التي تتناولها، من الممكن أن تخبرنا بمنتجات مفيدة أخرى. شاركنا برأيك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على علامة الإعجاب وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.